مركز الدكتور محمد عبد السيد الجازولي أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان بمدينة كوم حمادة محافظة البحيرة وعضو الجمعية المصرية لزراعة الأسنان. المركز مجهز بأحدث الوسائل وأفضل الخامات عالية الجودة في مجال تقويم وزراعة الأسنان والحشوات التجميلية وتبييض وإزالة الجير والصبغات وعلاج العصب بدون ألم في جلسة واحدة وعلاج مشاكل الفك الصدغي وكذلك التبييض بالليزر والحشو العصبي الروتري والحشو العادي البلاتين والليزر فضلا عن التعقيم بأعلى سبل النظافة. مواعيد العمل كل يوم ما عدا الخميس والجمعة من الساعة 1 ظهرا للساعة 7 مساء. العنوان كوم حمادة شارع الحجاز أمام مستشفى الحجاز محافظة البحيرة. تليفون 010-26-45-49-77. مركز الدكتور محمد عبد السيد الجازولي أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان بمدينة كوم حمادة محافظة البحيرة.